Land of Bad، فيلم أكشن وإثارة، إنتاج 2024، مدة الفيلم 1:50، يصلح للمشاهدات العائلية، متوفر للمشاهدة. قصة الفيلم: تتعاون وحدة تحكم الدعم الجوي الميداني بقيادة كيني مع فريق قوات دلتا لأداء مهمة في الفلبين، إلا أن الفريق يحاصر في مكان دون أسلحة ولا يوجد سبيل للنجاة سوى مهاراتهم الخاصة. العنوان العريض للفيلم مكرر بلا أفكار جديدة وبلا عمق. السيناريو والحوار: يتبع السيناريو تركيبا تقليديا لفيلم الإثارة والحركة، حيث يبدأ بمقدمة تعرفنا على الشخصيات الرئيسية وتخلق جوا من التشويق والإثارة، ثم ينتقل إلى مشاهد الأكشن والمواجهة بين الفريق والعدو. الشخصيات: جندي شاب في مهمته الأولى مع دلتا فورس ويظهر شجاعة وتصميما على الرغم من قلة خبرته، وقائد فريق دلتا فورس وهو شخصية حاسمة وصارمة، وشخصيتان ثانويتان تساعدان في خدمة القصة، وطيار طائرة بدون طيار وهو شخصية مساعدة تساعد كيني على الهروب من الغابة. يتناول السيناريو موضوعات الولاء والروح المعنوية بين الجنود، أهمية العمل الجماعي لإنجاز المهام الصعبة، التضحية بالنفس من أجل الآخرين، البقاء على قيد الحياة في ظل الظروف الصعبة. ولكن عيوب السيناريو أنه قصة قصيرة تفتقد العمق والتعقيد، شخصيات ثانوية ضعيفة تفتقر إلى التطوير وتبدو كأنها مجرد أدوات لخدمة القصة، حوار مباشر وكأن من الممكن تحسين الحوار في بعض المشاهد لجعله أكثر واقعية، كان من الممكن أن يكون السيناريو أفضل إذا تم إضافة المزيد من التفاصيل إلى قصة الفيلم. مثال: كان من الممكن شرح سبب إرسال فريق دلتا فورس إلى الفلبين بشكل أكثر تفصيلا، وتقديم المزيد من المعلومات عن وصول وكالة المخابرات المركزية التي يجب عليهم استعادتها. كان من الممكن تطوير شخصيات الفيلم بشكل أكبر، مثل إعطاء الشخصيات قصصا وخلفية أكثر عمقا ودوافع واضحة، مما سيجعلهم أكثر إثارة للاهتمام. الإخراج والتصوير والإضاءة: تقدم الإخراج مشاهد أكشن رائعة مليئة بالتشويق، من معارك الطائرات الهليكوبتر إلى المعارك النارية والمواجهات القتالية العنيفة. نقاط القوة في الإخراج مشاهد الأكشن: يظهر المخرج مهارة كبيرة في تصميم مشاهد الأكشن، حيث يقدم مشاهد مثيرة وفعالة ويقدم كادرات جميلة ومثيرة للإعجاب، حيث يظهر المخرج مهارته في توجيه الكاميرا وخلق مشاهد ملفتة للنظر. يحافظ المخرج على إيقاع الفيلم سريعا ومثيرا، مما يساعد في الحفاظ على تركيز المشاهد، ولكن الإخراج به نقاط ضعف منها التوازن. يفتقر الإخراج إلى التوازن بين مشاهد الأكشن والدراما الشخصية. يقدم أيضا نقدا للجيش الأمريكي، لكنه يفعل ذلك بطريقة مباشرة وغير مقنعة، مما يضعف تأثير الرسالة. التصوير السينمائي متميز، وتم استخدام كاميرات عالية الدقة مع مجموعة متنوعة من العدسات خلق مشاهد مختلفة، واستخدام المؤثرات الخاصة بشكل جيد لخلق مشاهد مذهلة. تم استخدام التصوير الجوي بشكل متقن لخلق مشاهد بانورامية رائعة. الإضاءة تستخدم بشكل متقن لخلق جو مظلم ومثير، مما يناسب موضوع الفيلم، من خلال التباين الذي يستخدم لخلق مشاهد مثيرة للاهتمام، والألوان أيضا لخلق جو مظلم. المونتاج: يساعد المونتاج على خلق إيقاع سريع ومثير للفيلم، ويساهم في بناء التشويق والتوتر من خلال القطع السريع لخلق إيقاع سريع وتزامن مع الموسيقى. الديكور: يستخدم الديكور بشكل جيد لخلق بيئة واقعية تحاكي بيئة الحرب والمناطق المدمرة، ويستخدم التفاصيل الصغيرة مثل الأثاث المدمر والملابس الممزقة والآثار المتراكمة لخلق الشعور بالواقعية. يستخدم الديكور أيضا لخدمة القصة وخلق تأثير نفسي مع استخدام المساحات الضيقة لخلق شعور بالضيق والاختناق. الموسيقى: تلعب الموسيقى دورا هاما في الفيلم، تساعد على خلق جو مظلم ومثير، وتساهم في بناء التشويق والتوتر، وتساعد على فهم الشخصيات والموضوعات في الفيلم بشكل أفضل. اختيارات جيدة موسيقيا. الممثلين: يقدم بطلين الفيلم أداء جيدا، خاصة في مشاهد التفاعل بين شخصياتهما. بشكل عام تم استخدام لغة الجسد بشكل فعال للتعبير عن مشاعر الشخصيات، تجسيد المشاعر المعقدة بشكل مقنع، إضافة لمسة من الكوميديا السوداء وإظهار هيبة القائد وقوة شخصيته. ولكن عدم التعمق في الشخصيات بشكل كافي أثر بالسبع على الأدوار الرئيسية والمساندة والثانوية. على الرغم من إثارة الأحداث والأداء التمثيلي المقنع، إلا أن الفيلم يعاني من بعض السلبيات. القصة تفتقر إلى بعض الابتكار وتعتمد على بعض النماذج المعتادة في أفلام الأكشن، بعض المشاهد غير منطقية وتفتقر إلى الواقعية، النهاية متوقعة ومكررة، لم يتم التعمق في شخصيات الفيلم بشكل كافي مما قد يجعل بعضها غير مقنع، بعض الشخصيات نمطية ومكررة وتفتقر إلى تطور خلال الأحداث، بعض مشاهد القتال إخراجية مربكة وسريعة للغاية، وبعض اللقطات مبالغ فيها وتفتقر إلى الواقعية. تقييم للفيلم هو 6/10.